اهلا بكم. عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا بشان متابعه مستجدات برنامج الطروحات الحكوميه بحضور محافظ البنك المركزي حسن عبد الله ومسؤولي الوزارات والجهات المعنيه. وفي مستهل الاجتماع اكد مدبولي ان الحكومه ماضيه في استكمال الخطوات والاجراءات التي اتخذتها منذ الاعلان عن برنامج الطروحات من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا الشأن للحصول على الدعم الفني المطلوب في سبيل تعزيز مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة. أكد وزير البترول كريم بدوي دعم الوزارة لمشروعات تعظيم القيمة المضافة من موارد الدولة من البترول والغاز، وعلى رأسها صناعة البتروكيماويات كرافد رئيسي لزيادة الإنتاج في الاقتصاد المصري. وخلال لقائه ممثلي شركة تشارد كابيتال الإنجليزية بالعالمين الجديدة، شدد بدوي على الجهود الفعلية الجارية لتشجيع الاستثمار في مجال البترول والغاز والبتروكيماويات لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية العملاقة التي تمتلكها الدولة المصرية. أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط أن خطة الحكومة للعام الحالي تقوم على تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية من خلال التوسع في الإنفاق العام على التنمية البشرية من الصحة والتعليم والبحث العلمي، بالإضافة إلى توزيع مظلة الحماية الاجتماعية وتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وخلال لقائها المدير التنفيذي لمجموعة البنية التحتية المستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ناديندا باراشاد والوفد المرافق لها، ناقشت المشاط سبل تعزيز التعاون المشترك مع البنك في الاستثمارات والمبادرات المختلفة والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع البنك والتمويلات الميسرة المتوقع إتاحتها للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة. أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب الدور الهام للمطورين الصناعيين في تطوير المناطق الصناعية وتوفير أراضي صناعية مرفقة أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية. وخلال لقائه مع وفد شركة بولاريس بارك، أشار الوزير إلى ما يسهم به تطوير المناطق الصناعية من توطين وتعميق للصناعات المصرية، مشيرا إلى أن اللقاء استعرض جهود شركة بولاريس في السوق المصرية حيث نجحت في تنفيذ استثمارات بقيمة 4.5 مليار دولار وتوفير 65 ألف فرصة عمل، لافتا إلى اعتزام الشركة ضخ استثمارات جديدة تقدر بنحو 120 مليون دولار لتنفيذ مشروع لتطوير 2.6 مليون متر مربع في أكتوبر الجديدة، ولافتا إلى أن الشركة تدرس التوسع في نشاطها داخل العاصمة الإدارية الجديدة. أكدت وزارة العمل الأمريكية ارتفاع عدد المتقدمين الأسبوع الماضي بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة إلى أعلى مستوى في 11 شهراً، ما يشير إلى بعض التباطؤ في سوق العمل رغم أن معدلات الطلبات يميل إلى أن يكون متقلباً في هذا الوقت من العام. وأشارت وزارة العمل الأمريكية إلى أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة الحكومية زادت 14,000 لتسجل بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية 249 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 27 من يوليو، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2023. قرر بنك إنجلترا المركزي خفض الفائدة لأول مرة منذ جائحة كورونا بعدما أبقى عليها دون تغيير عند أعلى مستوياتها في 16 عاماً عند 5.5% منذ أغسطس 2023. وأعلنت لجنة السياسات النقدية خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5%. وأكد بنك إنجلترا المركزي أن التضخم سيظل منخفضاً وأن نكون حذرين من عدم خفض الفائدة بسرعة كبيرة أو كثيراً. نهاية أخبار اقتصاد، أعود من جديد إلى سحر ومرنا. شكراً لك محمد.